بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هندرس CSF و Blood Brain Barrier. ايه اللي بيعمل بروتكشن للبرين؟ اول حاجة البون، الكرينيال بونز و الفرتبرال ارشز، المننجيز المحوطة البرين سواء الديورا ماتر او الاراكنويد او البيا ماتر، برضو دي بتعمل لي بروتكشن للبرين، السيريبروسباينال فلويد او السي اس اف. انا عندي ثلاثة بارير بيبقوا مشتركين في ان هم يعملوا سيبريشن للبلد والنيورال تيشو. ايه هم الباريرز دول؟ اول واحد اللي هو السي اس اف، اللي بيبقى فيه الكرويد بليكسس، الابيثيليوم بتاع الكرويد بليكسس بيبقى سكريت السي اس اف، يبقى اول حاجه السي اس اف بارير. تاني حاجه الاراكنويد ابيثيليوم بيعمل سيباريشن للبلاد من السب اراكنويد سي اس اف. تالت حاجه الاندوثيليال سيلز اللي هي عامله لاير بتعمل لي البلاد برين بارير، وبتعمل بارتيشننج للبلاد والبرين انترستيشيال تيشو. السيريبروسباينال فلويد بيعمل كاشنز للسي ان اس لايك ووتر بيد، كمان بيعمل نورشنج للبرين تيشو، بيغذي للبرين تيشو، وبيبقى في الكترولايت، والالكترولايتس دي بتبقى مهمه للسي ان اس. بيتعمل ازاي؟ بيتعمل ان هو بيحصل فلتريشن للبلاد بلازما في الكرويد بليكسس، وبيحصل له سيركوليشن من خلال الفنتريكلز اللي موجوده في البرين، وبعد كده بيحصل له ريتيرن للسوبيريور ساجيتال ساينس. يبقى انا بيتعمل في الكرويد بليكسس ويلف في الفنتركلز ويوصل للسوبيريور ساجيتال ساينس. اماكنه فين؟ في الفنتركلز بتاعه البرين والسيسترني اراوند اند اوتسايد اوف ذا برين، وفي السب اراكنويد سبيس اراوند للبرين والسباينال كورد. كل التشيمبرز ديت بتبقى كونكتد، والبريجر بتاع الفلويد بيبقى ثابت في الاماكن. السي اس اف بيحصل له سيركيوليشن من اللاترال فنتريكل، بيروح للثيرد فنتريكل من خلال الفورامين اوف مونرو اللي هو ده، بعد كده من الثيرد فنتريكل بيروح للفورث فنتريكل عن طريق الاكويدكت اوف سيلفياس، وبعد كده بيروح للسب اراكنويد سبيسز من خلال ثلاثة فورامين، واحد سنجل اللي هو فورامين اوف ماجندي اللي هو ده، او اتنين مع بعض اللي هما فورامين اوف لوشكا اللي هي ده. طيب الكرويد بليكسس دي موجودة فين؟ بلاقيها في التمبرال هورن بتاعة اللاترال فنتركل، وفي البوستيريور بورشن بتاع الثيرد فنتركل، كمان في الروف اوف فورث فنتركل. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل فاسكولار فايرنج والبايومتر بيحصل لها بريك اب لكمية كابيلاريز او نتورك من الكابيلاريز، والكابيلاريز دي بتبقى كفرد بكيوبويدال ايبيثيليوم. الكيوبويدال ايبيثيليوم دوت بيبقى مليان ميتوكوندريا وفي فيزيكلز، الفيزيكلز دي بتدل على ان الخلايا دي ليها سكريتوري فانكشن. تاني حاجة عندنا الاراكنويد فيلاي، الاراكنويد فيلاي بتبقى عبارة عن مايكروسكوبيك فينجر لايك بروجيكشن، بتبقى من الاراكنويد ميمبرين للوول بتاع الفينوس ساينسز. السيريبروسباينال فلويد بيحصل له ابسوربشن للفينوس بلاد ساينسز ثرو ذيس فالف لايك فيلاي. الاراكنويد فيلاي هلاقيها لايند بي اندوثيليال سيلز، بيبقى فيها لارج كونجلوميريتس من الفيلاي، بيبقى اسمها اراكنويد جرانيوليشن او باشينيانز بوديز. بالالكترون مايكروسكوب بلاقي في الخلايا بينها وبين بعض في بورز او تشانلز، وبين الاندوثيليال سيلز وبعضها،
ودي اللي بتسمح بإن الـ CSF يحصل له free absorption. طيب الـ CSF بيتعمل إزاي؟ بيتعمل active by active secretion by arachnoid plexus والـ transepidermal diffusion of brain interstitial fluid للـ ventricle بيبقى minimal. طيب هنتكلم على الـ blood brain barrier. بنقول إن الـ blood brain barrier بيعمل protection للـ CNS من الـ fluctuating levels بتاعت الـ electrolyte أو الـ hormones والـ tissue metabolites اللي هي بتاع بيحصلها circulation في الـ blood. بي develop early في الـ embryo وبي develop نتيجة الـ interaction بين الـ glial astrocyte والـ capillary endothelial cells. إيه اللي بيحصل بينهم؟ بيحصل في تايت جونكشن بيحصل بينهم وبين بعض، وده اللي بيساعد او بيقوم البلود برين. التايت جونكشن وظيفته ان هو بيعمل اليمينيشن للجابس بين الاندوثيليال سيلز وبيمنع السمبل ديفيوجن اوف سوليدز اند فلويد انتو النيورال تيشو. يعني ده البلود بتاعنا، فالتايت جونكشن بيمنع اي حاجه تمر لبره. الانتجريتي بتاعت البرين بارير تايت جونكشن بتعتمد على النورمال فانكشن للاسوشيتد استروسايتس. يعني لو استروسايت سليمه يبقى التايت جونكشن بتاعي والبلود برين بارير هيبقى سليم. ولاحظوا ان في معظم البرين ديزيزز البلود برين بارير بيبقى نون افكتيف. كمان لما جم يفحصوا البرين تيشو بالترانسميشن الكترون مايكروسكوب لقوا ان في لوس للتايت جونكشن، وكمان الاستروسايت مورفولوجي بتاعها مش مظبوط. لو جينا نبص على نبتدي نفصل الكومبوننتس بتاعت البلاد برين بارير، هلاقي في عندي اندوثيليال سيلز، والاندوثيليال سيلز دي تحتها بيزمنت ممبرين، وفي تايت جونكشن بين الخلايا وبعضها، وجوه الخلايا هلاقي في بينو سايتوتيك فيزيكل. الاندوثيليوم ده بلاقيه متحوط بحاجتين، البيريسايتس والاستروجلايا، والبيريسايتس دي بتبقى ما بين البيزمنت ممبرين، والاستروجلايا بتبقى حوالين البيزمنت ممبرين وبتبقى عامله زي الفود بروسيس كده، عامله زي القدم. ودول بيعملوا اديشنال كونتينوس ستراتم، بتعمل لي ستراتم حوالين البلاد فيزل اللي بيفريز اللي بيسيبريت ات من البرين تيشو. البرين مايكروفيزيكلز بتشمل ثلاثة، الاندوثيليوم والبيريسايت والاستروسايت. الاندوثيليوم له ثلاثة structural feature. أول حاجة التايت intercellular junction اللي هو ده بيبقى ما فيش فيه أي فينستريشن، بيبقى ماسك كويس قوي كأنه عامل حزام حوالين الابيكال بورشن بتاع الخلايا، يبقى ماسكها زي ما يكون ربط حزام أو ربط الخلايا دي بحزام. ده بيمنع ان اي حاجة تمر بين الخلايا وبعضها. ببقى الاقي فيه بينوسايتوتيك فيزيكلز اللي هي داخلة دي، الحاجات المدورة دي بتبقى قليلة مش كتيرة، وبتبقى بتبقى ترانسبارنت. كمان في عندي كمان حاجة مهمة جدا، ميتوكوندريا، والميتوكوندريا دي بتدينا الطاقة عشان السلكتيف بيرميابيليتي بتاعت البلاد برين بارير. في عندنا كمان البيزمنت ممبرين اللي بيحوط الاندوثيليوم سيلز دي، والبيزمنت ممبرين بيبقى عندنا من 40 ل 50 نانومتر الثيكنس بتاعه، وبيبقى متكون من شويه حاجات مهمه قوي زي البروتيوجلايكانز، الهيبارين سلفيت، واللامينين، والكولاجين تايب 4. البيريسايتس بتشتغل كأن هي سموز ماسل، يبقى ليها سموز ماسل لايك بروبرتس، وبتبقى موجودة حوالين الكابيلاريز، وبتعمل ريجوليشن للإندوثيليوم بولوريفريشن. يعني لو هي مش موجودة بيبقى ممكن يحصل أبنورمال فاسكولوجينيسيس والإندوثيليال هايبربليزيا، وهتزود كمان البرميابيليتي في البرين. الأستروجلايال بروسيس
اللي هي دي بتعمل انتر اكشن مع البيريسايتس والمايكروفاسكولار اندوثيليال سيلز بالاند فيت بتاعتها، وبتعمل انشيسنج للكابيلرز. ايه الفانكشن بتاعت البلاد برين بارير؟ بيعمل كانه فيزيكال ترانسبورت وميتابوليك واميونولوجيكال بارير. البارير بتاعنا ده بيبقى بيرميابل للاو 2 والسي او 2 والاذر جازز، وزي الهيليوم والجازز اللي بتستخدم في الانستيزيا. كمان بيبقى اي ليبيد سوليبل سبستانس بتقدر تعدي من البارير دوت باي ديفيوجن. البلاد برين بارير برضو بيقالوا ان هو بيرميابل للووتر. هندخل على البلاد سي اس اف بارير. البلاد سي اس اف بارير بيعمل سيباريشن للسيريبروسباينال فلويد والبلاد. بيتكون من ثلاثة distinct structure: الكورويدال بليكسس أو الكورويدال epithelial cells اللي بتبقى interconnected بـ tight junction، ولكن الـ tight junction دوت بيبقى more permeable than الـ blood brain barrier، يبقى هو الـ permeability بتاعته أعلى من الـ blood brain barrier، وهو بيعمل secretion للـ cerebrospinal fluid. والسايد اللي بيبقى فيسنج الليكور بيبقى هاز بنزود السيرفيس اريا بتاعته بوجود ميني مايكرو فيلاي، بيبقى فيه مايكرو فيلاي اللي هي الزوائد دي بتزود السيرفيس اريا بتاعتنا. بيبقى فيه بيزمنت ميمبرين، بيبقى فيه فينستريشن بينهم وبين بعض زي ما احنا شايفين كده. زي ما قلنا ان الـ CSF barrier بيعمل restriction للـ passage of substance من الـ blood للـ liquid، وقلنا ان هو more permeable than الـ blood brain barrier. عشان كده كتير من البلازما بروتينز تقدر تدخل للـ cerebrospinal fluid من خلال الـ pinocytosis or active transport، من خلال الـ pinocytotic vesicles اللي احنا شفناها، والكونسنتريشن بتاعته بتبقى اقل من البلاد بلازما. واي امبيرمنت للـ CSF هيؤدي لان الانكريز الكونسنتريشن بتاعه البروتين داخله، وبالتالي بيحصل ترانسبورت في الاوبزيت دايركشن، وان السبستانس من الـ CSF تقدر تدخل للسيركيوليشن. ده عندي اهوت ادى الاندوثيليال سيلز والبورز اللي موجوده، وده البيزمنت ممبرين، ودي الكرويد سيلز وبيبقى بينها وبين بعض تايت جانكشن، وده المايكرو فيلاي، وده السيريبرو سباينال. دي الصوره دي بتبين لنا الفرق بين السي اس اف بارير والبلاد برين بارير. من الواضح اولا الاستروسايتس عندنا عامله كومبليت لاير حوالين الـ blood brain barrier، هنا عاملة اللاير بتاعتها قليلة أو مش complete layer. الـ pericytes برضو أكتر هنا قليلة هنا. كمان إن في الجانكشن بين الخلايا وبعضها الـ endothelial cells بيبقى مش كومبليت زي ما هو هنا الأزرق ده بين الـ tight junction، فهنا بيبقى more permeable than الـ blood brain barrier. Thank you.